نقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا اليوم لقاء تواصليا مع مكونات المجتمع المدني، ويأتي هذا اللقاء تبعا لواحد البرنامج اللقاءات والحوارات مع كثير من المتدخلين فيما يخص مجال أماكن الحرمان من الحرية. بدأنا بالمسؤولين عن الأماكن، والآن بدأنا الحوار مع المجتمع المدني. وهذه اللقاءات تكون مناسبة لتقديم ورقة تعريفية الآلية الوطنية لقيم التدريب من خلال الزيارات التي قامت بها لجميع الأماكن الحرمان من الحرية في جميع جهات المملكة، والتي وصلت 98 زيارة. تكون مناسبة لتقديم طريقة عملية الآلية وطريقة الشغالية لها ومناهج العملية لها، وتكون كذلك مناسبة لتقديم أهم الخلاصات التي استخلصتها الآلية من خلال زيارتها الأماكن الحرمان من الحرية. وهنا نسجل التطور النوعي، التحسن النوعي فيما يخص ولاية أماكن الحرمان من الحرية عموما، فيما يخص معاملة المحرومين من الحرية عموما. والآن في هذا الصدد نشيد بالتعاون الإيجابي لجميع الجهات المعنية بأماكن الحرمان من الحرية. شكرا.